السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جاي لكم كده بروتين، هغسل الرخامة والبوتاجاز. طبعا انا اتطلب مني كذا مرة في الكومنتات نوع الورق ده ايه، تمام؟ اللي على الرخامة، الرخامة دي يا جماعة سيراميك والله العظيم من شقتي، تمام؟ ما هوش ورق، تمام؟ اهو ده سيراميك عادي خالص اهو، وبغسله كده اهو بالسلكة. بالشكل ده كده اهو، ماهوش ورق. دي الرخامه دي مبنيه يا جماعه، مصبوبه صبه وبعدين اتعملت سيراميك، تمام؟ السيراميك ده كمان معمول بيه شقتي كلها، انا اخترت اللون ده فمعمول بيها الشقه كلها. بالشكل ده كده اهو، وبتبقى زي الفل، ولا محتاجه بقى احط عليها ورق ولا احط عليها حاجه، عشان اتطلب مني كذا مره في الكومنتات قالوا لي انت حاطه ايه على الرخامه، رخامه عاديه والله سيراميك يا جماعه اهو. سيراميك عادي اهو، بيبقى زي الفل اهو. وكمان معمول بيه الحيطان. اهي بقت زي الفل بالشكل ده اهي، تمام. هنروح بقى للبوتاجاز نشوف هنعمل فيه ايه. شايفين البوتاجاز ومنظره؟ طبخت عليه طبعا، وايه عامله حاجه بصلصه وقعت عليه بالشكل ده. انا بصوا يا جماعه والله اكتر من السلكه ببريل ما بحط على عندي على الحاجه، شفتوا اهو بالشكل ده كده، ولا بحط اي مواد كيميائيه ولا اي حاجه ان هي تطلع لي او تنضف لي البوتاجاز او الحيطان او حاجه، لان طبعا مش هسيبها لحد ما تزيت وارجع تاني اقول عايزه بقى مواد تنضف لي الزيوت والحاجه دي، لا. انا اخلص اول باول كده اهو، بتجاز زي الفل. كمان هوريكم العيون بتاعته اللي هي الستيل النحاس يا جماعة، العيون النحاس طبعا لما بتطبخ عليها بتطوس وبتبوظ، هوريها لكم بتلمع ازاي دلوقتي، بس مش هغسلها معاكم النهاردة، مرة تانية باذن الله. لو حابين تعرفوا هي لمعت كده ازاي اقول لكم لما هتعبي، تمام. البتجاز اهو زي الفل، حبة مية وحبة بريل، مفيش اكتر من كده، سايل اهو، وننضفه ونخليه زي الفل. وطبعا ما بحطش ورق ولا بحط اي حاجة لان ايديا فيه، ولا بغطي العيون ولا اي حاجة، شغالة عليها على طول بالشكل ده كده اهو. مبغطيش اي حاجة من البوتاجاز خالص بالشكل ده كده، هنشفه بقى معاكم ونشوفه بقى. اهو كده خلصنا يا جماعه، وبقى زي الفل اهو. العيون اللي انا بقول لكم عليها بقى شايفين بقت ازاي اهي، تمام. طبعا عارفين اما بنطبخ على العيون دي بتبقى بتصد ازاي، بتغمق ازاي، اللي هي عيون البوتاجاز النحاس اهي. عايزين بقى تعرفوا اللمعه دي رجعت ازاي تاني بالشكل ده، اقول لكم في فيديو تاني ان شاء الله. انا هعملها لكم عملي برضه، بالشكل ده كده. يارب بقى الروتين بتاعنا النهارده يعجبكم وتعجبكم فيديوهاتنا وتكون خفيفه عليكم، ونشوفكم دايما على خير يا رب.
كمان الرخامة اهي،